لقيت طبطبه حتى ازيكم يا حلوين؟ ايه يا جماعه؟ يلا اكشن. ها يلا سات سات اكشن. انا اصلا انا لما انا عايزه اقول حاجات انا مش عارفه اقول ايه. يا نهار ابيض انا حصل لي لقيت طبطبه حتى الكيف ده اسماعيل ياسين في البوليس، لا في الحربيه، هقول لك في البحريه. اسماعيل ياسين في حاجه، في ايه؟ اسماعيل ياسين في الاسطول فيها فيل طائره الاخفاء ويمشي في جنازته ويقتل 100,000؟ لا. ايه ويعمل عامله؟ اوكي. غير رزقك لن تحوش. كل فوله وليها كيال، كل لقمه وليها اكال بتنادي اكلها. الفته. لا المبكبكه كمان. المبكبكه دي اكله ليبيه حريفه فيها جدا. تجيبي بصله وتحطي شويه زيت زيتون، تقطعي البصل، تقطعي فرخه 8 حتت تعمليها في البصل، وبعدين تحطي كركم، جنزبيل، فلفل، قرفه، تشوحي الفراخ، وبعدين تجيبي طماطم تضربيها في الخلاط تصفيها وتحطيها على الفراخ، تقعدي برده تشوحي تشوحي تشوحي، بعدين تزودي ميه تسيبيها بقى لما تستوي. ممكن تحطي شويه خضار، بطاطس، بسله، جزر، تخليهم بقى تبقبق بقى، تقعد تستوي كده لحد ما الصلصه تتسبك والفراخ تستوي والخضار يستوي. تطلعي الفراخ تحطي مكرونه تتسلق جوه الصوص ده، وبعد كده تغرفيها وتحطي شويه شبت وتقدمي بألف هنا وشفا يا ست الكل.